في المحاضرة دي احنا هنتكلم على diseases of salivary. طبعا احنا نعرف ان انا عندنا 3 pairs من الميجور salivary glands، 2 parotid، 2 submandibular، و 2 sublingual salivary gland. وعندي طبعا mini minor salivary glands متوزعة طبعا في الاورال كابت. عندي diseases كتيرة affecting salivary gland. ما نبص على الكلاسيفيكيشن كده. الكلاسيفيكيشن بتاع السليفر جلاند، السليفر جلاند ممكن تبقى ديفلوبمنتال. ديفلوبمنتال تشمل الاتريجيا، والاتريجيا دي حاجة خاصة بالضغط. بلاقي عندي الضغط كونجينيتالي، حاجة خلقية ممكن تبقى مقفولة او ممكن ما تبقاش موجودة، واحدة من الميجور سليفر جلاند ضغط. تمام؟ أبليجيا، خدنا كلمة بليجيا قبل كده يعني جروس، ما هو الأبليجيا يعني ما فيش جروس، فممكن ألاقي واحدة أو أكتر من الميجور أو الماينور سالفر جلاند ما كونوش، مش موجودين. أبيرنسي، إن أنا ألاقي نورمال سالفر جلاند تيشو موجودة في أبنورمال سايد، دي حاجة إكتوبيك يعني. دخلنا سمستر اللي فات الستاتيك بون سيست، كنت بلاقي جزء من السبمانديبولار سالفر جلاند موجود في البون، ده إكتوبيك، فده بسميه أبيرنسي. ممكن تبقى السليفري جلاند ديزيز حاجة مش انفكشوس، حاجة رياكتف لها سبب يعني. وهندرس تحتها الميوكس اكسترا فازيشن فينومينوم، في حاجة اسمها الميوكس ريتينشن سيست، في حاجة اسمها نيكروتايزنج سيالو ميتا بليجيا، في حاجة اسمها راديشن انديوزد سليفري جلاند باثولوجي. السليفري جلاند ديزيز ممكن تبقى انفكشوس، ممكن تبقى فيرال، والفيرال دي زي المامبس يجي في البروتيد جلاندز. عندي بكتيريا حاجه اسمها سيالا ادنايتس. ممكن طبعا السليفري جلاند تبقى ميتابوليك. ممكن في ديزيزز تيجي في السليفري جلاند اسوشيتد ويز اميون ديفكتس، زي بناين ليمفو ابيثيليال ديزيز اللي انا بسميه ميكوليكس ديزيز، او ساعات يسميه ميكوليتش ديزيز. وسندروم مشهور قوي معروف اسمه شوجرينز سندروم او شيجرينز سندروم. معظم السليفري جلاند ديزيزز بتعمل لي ترم مهم قوي، يمكن احنا ذكرناه قبل كده، حاجه اسمها زيرو ستوميا. زيرو ستوميا، زيرو يعني دراي، وستوميا يعني ماوس، فانا عندي هنا دراي ماوس. فزيرو ستوميا هي كلينيكال ترم، معناه ان في ديكريز في السليفري فلو، في ديكريز في السليفري فلو. طبعا الزيرو ستوميا ممكن يبقى لها برايمري كوزز خاصه بالجلاند نفسها، زي مثلا ابليجيا، الجلاند ما اتكونتش، اتريجيا حاجه خلقيه، الضغط بتاعه الجلاند مقفوله او مش موجوده، ده ممكن تسبب لي طبعا دراي ماوس. او حاجه اسمها سيالوليسيزس. سيالوليسيزس ان انا الاقي ستون جوه الضغط، طبعا الضغط مقفوله فمش السكريشن مش هتوصل في الاورال كافيتي، فيبقى في عندي دراي ماوس او زيروستوميا. ممكن طبعا الزيروستوميا يبقى لها سكندري، تبقى سكندري لاذر كوزز، لأذر كوزز، مثلا الناس اللي بتاخد اتروبين، اتروبين طبعا بيعمل لي دراي ماوس او يعمل لي زيروستوميا. الناس اللي عندهم ديفيشنسي ببعض الفيتامينز زي الرايبوفلافين اللي هو فيتامين بي 2، او اللي عندهم ديفيشنسي زي فيتامين بي 12 برضه بيحصل لهم زيروستوميا. الناس اللي عندهم ايموشنال ستريس، الخوف والكلام ده، ممكن برضه يعمل لي زيروستوميا، تعرضوا للراديشن ده برضك من الاسباب اللي بتعمل لي زيروستوميا. التيومرز بقى بناين ومالجنانت برضك ممكن تعمل لي زيروستوميا. وفي حاجات ثانيه زي ما واحد مثلا ينزف كتير جدا في حادثه مثلا، ممكن ده برضك يحصل له زيروستوميا، او يفقد كميه كبيره من السوائل في جسمه، زي ما في حالات مثلا العرق الزياده قوي او الدايريا او الفوميتنج، كل ديت اسباب ممكن تعمل لي الزيروستوميا. من الاسباب اللي احنا قلناها ده برايمري وسكندري، ممكن اقسم الزيروستوميا لحاجه تيمبرري يعني مؤقتة، السبب بتاعها مؤقت اقدر اشيله مثلا على حاجة زي الايموشنال ستريس ممكن تتعالج، فدي حاجة مؤقتة، او تكون حاجة بيرمننت نتيجة لبيرمننت ديفيكت في السليفري جلاند مثلا زي الابليجيا. الجلاند مش متكونة، دي حاجة بيرمننت ديفيكت، فبتعمل لي بيرمننت ايه؟ بيرمننت زيروستوميا. في مضاعفات كتيرة للزيروستوميا. الزيروستوميا ممكن تعمل لي زيادة في معدل الكيرس، بالذات الرامبنت كيرس، احنا اتكلمنا على الكلام ده السمستر اللي فات. ممكن تعمل لي انفلاميشن في الجينجيفا اللي بقول عليه جينجيفايتس، ها تلاقي الجينجيفا ريد وسوالون وريد. ممكن تعمل لي
انفلاميشن في الجنجيفا وفي السبورتنج ستراكشر بتاعت البيريودونتايتس. ها ممكن تبقى الاورال ميكوزا ريسيميتاس يعني لونها احمر نتيجه اللي بيحصل اتروفي في الابيثيليا. ممكن يحصل السريشن في حالات البور اورال هايج. تمام دي من الكومبليكيشنز بتاعه الزيرو استومي. نراجع التعريفات اللي احنا خدناها قبل كده، الحاجات الديفلوبمنتال سليفري جلاند ديزيزز. عندي الابريشيا عرفناها انها كونجينيتال اوكلوجن او ابسنس في واحده او اكتر من الميجور سليفري جلاند دوكس. خدنا حاجه اسمها ابريشيا، الابريشيا معناها ابسنس في واحده او اكتر من الميجور او الماينور سليفري جلاندز، ودي رير شويه. في الابرنسي دي حاجه اكتوبيك طبعا، ان انا بقى في اكتوبيك سليفري جلاند تيشو موجوده في ابنورمال سايت، واحنا خدنا اكزامبل ليها اللي هو الستاتيك بونسيست او الليتنت بونسيست اللي احنا خدناها السمستر اللي فات. في حاجه قلناها من الاسباب اللي بتعمل زيروستوميا حاجه اسمها سيليسيزس. سيليسيزس يعني سليفري ستوميا الستور اللي ممكن تتكون فيه الضغط او في الجلاند بتاعت ايه؟ بتاعت السليفري جلاندز، سليفري ستون، او ساعات اسميها سليفري كالكيولاين، سليفري كالكيولاين. طبعا الستون هي طبعا ساعات اسميها طبعا من الاسم بتاع السيالو لسيدس، ساعات اسميها السيالو لس، اسميها سيالو لس. سليفري ستون هي طبعا حاجه كالسيفايد بتحصل جوه الدكتال سيستم بتاع السليفري جلاند. تكون ازاي؟ تكون ان لازم يبقى عندي الاول كور او بسميه سنترال نايدس، ده المركز اللي بيبدا يترسب عليه الكالسيوم فيبدا يعمل لي الايه؟ فيبدا يعمل لي الستون. طب ايه النايدس ده او ايه الكور اللي ممكن يترسب عليه الكالسيوم ويعمل لي ستون؟ ممكن شويه سيلولار ديبرس، ممكن بكتيريا فورين بودي، اي حاجه من الحاجات دي، او شويه ميوكس سيك شويه تتجمع حواليهم إيه الكالسيوم سولت ويعمل لي الايه؟ ويعمل لي الستون. طبعا الناس اللي هي عندها ستون زي ما احنا قلنا هيشتكوا من الدراي ماوس، هيشتكوا من الدراي ماوس او من الزيروستوميا. ليه؟ لان السكريشن شغال هيتجمع جوه الجلان ومش هيمر في الممر بتاعه الطبيعي عشان يوصل للايه؟ عشان يوصل للاورال كافيتي، فبالتالي المريض هيشتكي بايه؟ هيشتكي بزيروستوميا زي ما احنا قلنا قبل كده. لما نيجي نبص على الصوره هلاقي ستون واضحه في الفلور اوف ذا ماوس، ستون واضحه في الكالكولاس، ممكن تسميها كالكولاس او سميها سليفر ستون او سميها ايه؟ سيلولس. خلي بالك الستون قلنا بتتكون اما في الجلاند او في الضغط او طبعا في الاثنين، واكثر طبعا في الضغط. اكثر مكان بيتكون فيه الستون هو السب مانديبولار ضغط اللي بسميها الوارتنز ضغط، وده ليه؟ لان الضغط دي طويله يعني تقريبا 5 سنتيمتر، بتبقى تورشيس متعرجه، ها بيبقى لها الباس واي بتاعها بيبقى ابورد ضد الجرافيتي، طالعة من السب مانديبولار جلاند عشان تفتح في الفلور اوف ذا ماوس تحت اللسان، ها فتبقى لها باس واي ابورد بيبقى ضد الجرافيتي، زائد ان السكريشن بتاع الجلاند بيبقى شويه بيبقى ميوكويد سكريشن، كل ده بيشجع ان الستون تكون. لذلك اكتر مكان بيكون فيه ستون هو السب مانديبولار دكت او الوارتون زي ايه؟ او الوارتونز ده. كل ما تبقى الضغط قريبه من الاورفيس، الاورفيس بتاع الجلاند ده قريب تحت الطنج، ممكن احس بيها كهارد ماس زي ما انا شايف الصوره كده في الفلور اوف ذا ماوس. خلي بالك دي كالسيفايد ستراكشر، يعني ممكن تبان في فيلم الاشعه زي ما انا شايف فيلم الاشعه ده اوكلوزال فيلم، باين فيه الستون هنا كاريديو اوبيك ماس. كاريديو اوبيك ايه؟ كاريديو اوبيك ماس. طب واحد يسال، طب اللي عنده ستون يا دكتور ايه الشكوى بتاعته؟ طبعا مهمه جدا الستون هنا لما بتتكون فيه الميجور سليفري جلاندز، ها المريض يجي يقول لك انا كل ما افكر في الاكل او كل ما اكل يحصل سويلنج واحس ببين في الجلاند. ليه؟ لان طبعا كل ما ياكل او يفكر في الاكل ده بيزود لي السليفري فلو. تمام؟ طب والضغط مقفول،
يبدا السلايفا يبدا الميوسين يتجمع جوه الضغط ما بيعديش في النورمال واي بتاعه جوه الاورال كافيتي، فيبدا يحصل باد بريشر على الجلاند، فيبدا يحصل بين ويبقى فيه سويلنج في الجلاند. مجرد بس ما يفكر في الاكل او ان هو ياكل يبدا يحصل ايه، يبدا يحصل بين وسويلنج في الكلام. السليفري ستون زي ما احنا شايفين كده ممكن تبقى بلبيتد في الفلور اوف ذا ماوس، كل ما تبقى الستون ايه قريبه من الاورف زي ما احنا شايفين ممكن نعملها بلبيشن في الفلور اوف ذا ماوس. هنا على اليمين صوره اوكلوزال فيلم باين في الريديو اوباسيتي بتاعت السيالولس او السليفري ستون، ها؟ والصوره اللي على الشمال ده بسميه سيالوجرام. السيالوجرام ده خلي بالكم في تكنيك اسمه سيالوجرافي، ده خاص بالسليفري جلاند. هل كل الستون ريجوبيك؟ لا. وجدوا ان 20% من الصب مانديبولار ستون ما بتبقاش ريجوبيك. وبحتاج انا حاجه اسمها السيالوجرافي عشان اعمل لها لوكيشن. يبقى السيالوجرافي دي يا دكتور قبل ما اصور بحقن جوه الضغط كونتراست ميديا. بحقن جوه الضغط ايه؟ كونتراست ميديا، فيبدا هنا يعمل لي لوكاليزيشن للضغط اللي انا مش شايفها في فيلم الاشعه العادي. اذا لازم نعرف ان مش ان جنرالي السيالونس او السليفري ستون او السيالوجرافي بيبان ريديوبيك في فيلم الاشعه لانها مليانه الاورجانيك سولتس، فيها كالسيوم سولت كتير عشان كده بيبقى ريدي اوبيك. لكن هل كل الستونز ريدي اوبيك؟ لا طبعا مش كل الستونز ريدي اوبيك. وده ليه؟ لان في ده يتوقف على الديجري بتاع الكالسيفيكيشن، درجه الكالسيفيكيشن، على السايز بتاع الستون ممكن تبقى صغيره قوي مش باينه ريدي اوبيك، او درجه الكالسيفيكيشن قليل فما بتبانش برضو كايه ريدي اوبيك. في الحاله دي انا بحتاج حاجه اسمها السيالوجرافي، بعمل سيالوجرام زي الصوره اللي انا شايفها على الشمال دي علشان ايه ابين واعمل لوكيشن للايه؟ لوكيشن للسوء. اذا 20% من الصب مانديبولار ستون ما بتبقاش ريدي اوبيك وبحتاج سيالوجرافي علشان اعمل لوكاليزيشن للايه؟ لوكاليزيشن للسوء. السيالوجرافي هنا بعمل فيها ايه؟ بحقن كونتراست ميديا قبل ما اصور فيلم الاشعه جوه الضغط. يعني بحقن جوه الضغط كونتراست ميديا وبعد كده ببدا اصور فيلم الاشعه بتاعي. بعد كده على حاجه مهمه قوي من الرياكتيف سليفري جلاند ديزيزز، حاجه اسمها الميوكوسيلز، حاجه اسمها الميوكوسيلز. انا في حاجتين، بص كده للدياجرام اللي قدامي، انا عندي هنا في ماينور سليفري جلاند في اول حلقه، ممكن الضغط بتاع الماينور سليفري جلاند تتقطع، يحصل لها ترانسكشن نتيجه الميكانيكال تروما، نتيجه ليه ميكانيكال تروما، تمام؟ طب الميوسين اللي كان ماشي في الضغط يحصل له ايه؟ يحصل له اسكيب. ها؟ يطلع بره الضغط ويتجمع فين؟ ويتجمع في الكونكتيف تيشو. يتجمع فين؟ في الكونكتيف تيشو. هنا حصل ايه؟ حصل ميوكس اكسترا فازيشن. يعني الميوكس هنا طلع بره الضغط. تمام؟ طب لما الميوكس ده يطلع في الكونكتيف تيشو ده حاجه فورن، هيعمل لي ايه؟ هيعمل لي سكندري انفلاماتوري ريأكشن في الكونكتيف تيشو. يبدا يجمع نيتروفيلز، بعد كده يجمع ماكروفاج، ويتجمع بعد كده حوالين الميوسين اللي طلع في الكونكتيف تيشو ده يتجمع جرانيوليشن تيشو. لا يعني بقى عندي دلوقتي سيستيك كافيتي في ميوسين ومتجمع حواليه جرانيوليشن تيشو، يعني تعتبر ايه؟ سودو سيست. تعتبر ايه؟ سودو سيست. الحاله دي بسميها ايه؟ هنا الضغط اتقطعت وطلع الميوسين بره الضغط في الكونكتيف تيشو وجمع حواليه جرانيوليشن تيشو، عمل لي ايه؟ سودو سيست. فبسمي الحاله دي ميوكس اكسترا فازيشن فينومينوم. يبقى الميوكس اكسترا فازيشن فينومينوم دي سببها ميكانيكال تروما حصلت للماينور سليفري جلاند دكت، ها؟ اتقطعت الدكت، بعد كده حصل بولينج للميوكس بره الدكت في الكونكتيف تيشو، ده سبب لي سكندري انفلاماتوري ريأكشن في الكونكتيف تيشو، اتجمعت النيوتروفيلز، بعد كده اتجمعت الماكروفاج، وبدا الجرانيليشن تيشو ها يحوط الميوسين ده فعمل لي سودو ايه؟ عمل لي سودو سيست. طبعا كل ده لما بيحصل هيعمل سويلنج كلينيكالي، ها؟ زي ما احنا هنشوف بعد كده في الصور هيعمل لي سويلنج كلينيكالي، تمام؟ الحاله دي سميناها ايه؟ ميوكس اكسترا فازيشن. بص على الدياجرام اللي جنبه،
ماينور سليفري جلاند. وجوه الضغط في السيالوليس في سليفري ستون معنى كده اللي فيه اوبستراكشن، معنى كده اللي فيه اوبستراكشن في السليفري جلاند ضغط. الاوبستراكشن اللي حصل في السليفري جلاند ضغط دي خلت الميوسين يتجمع جوه الضغط، خلى الميوسين ايه يتجمع جوه الضغط، فعمل دايلاتيشن للضغط. لا عمل دايلاتيشن للضغط يعني اكنه عمل برضو سيستيك سبيس في ميوسين، بس متحول بايه هنا بقى؟ متحول بالابيسيليال سيلز اللي عامله لايلنج للضغط، متحول بالضغط الابيسيليال سيل. فكان هنا الحاله دي في سيستيك كافيتي متجمع فيه ميوسين، وتجمع الميوسين دي لان الضغط مقفوله بالسيالوس ومتحوطه بالايه؟ بالضغط الابيسيليال سيل. فالحاله دي تعتبر تروسيست. الحاله دي بسميها ايه بقى؟ الميوكس هنا حصل له ريتنشن، تنده جوه الضغط اللي ما طلعش الكونكتيف تيشو، الضغط ما قطعتش. المشكله هنا ان الضغط مقفوله بالسيالوس، فسميت الحاله دي ميوكس ريتنشن سيست. فسميت الحاله دي ايه؟ ميوكس ريتنشن سيست. بص بقى يا سيدي، الميوكس اكسترافازيشن فينوم والميوكس ريتينشن سيست الاثنين دول بطلق عليهم ميوكوسيلز، بطلق عليهم ميوكوسيلز. يعني ايه بقى ميوكوسيل؟ ميوكوسيل تعتبر كلينيكال تيرم قبل ما اعمل مايكروسكوبيكال دياجنوز، عشان يشمل الاثنين دول ميوكس اكسترافازيشن فينومون ويشمل الميوكس ريتينشن ايه؟ يشمل الميوكس ريتينشن سيست. اذا ميوكوسيل يعني ايه؟ ميوكوسيل يعني تجمع الميوسين جوه سيستيك كافيتي، سواء السيستيك كافيتي ده اتعمل نتيجه لقطع الضغط والميوسين ده اتجمع في الكونكتيف تيشو وتحوط بجانيشن تيشو في حاله الميوكس اكسترا فازيشن فينومينون، او ان الميوسين ده اتجمع جوه الضغط نفسها فسميه ميوكس ريتينشن ايه؟ ميوكس ريتينشن سيست. الحالتين دول بسموهم ايه؟ ميوكوسين. اذا الميوكس اكسترا فازيشن فروم والميوكس ريتينشن سيست بطلق عليهم ميوكوسين قبل ما اعمل ايه؟ قبل ما اعمل مايكروسكوبيكال دايجنوزس، قبل ما اعمل ايه؟ مايكروسكوبيكال دايجنوز. تمام؟ تعال نبص على الصور الكلينيكال، ادي الميوكوسين. حالات الميوكس اكسترا فازيشن فروم كومون ان انا الاقيها دايما في يونج ايج، لانه احنا قلنا سبب الميوكس اكسترا فازيشن فينومينون الميكانيكال تروما، فمين اللي بيتعرض للتروما اكتر؟ السن الصغير، فبلاقيها دايما في يونج ايج. وتعمل لي زي ما احنا شايفين كده سمول سوفت سموث سيرفيس بلوش نديول، انا عندي هنا نديول لونها ازرق، دي ميوكس اكسترا فازيشن فينومينون. خلي بالك الميوكس اكسترا فازيشن فينومينون الموست كومون سايت هو اللور ليب، الموست كومون سايت ايه؟ هو اللور ليب. اما الميوكس ريتينشن سيست رير ان انا الاقيها فين؟ رير ان انا الاقيها في اللور ليب. ممكن تحصل في اماكن ثانيه الميوكس ريتينشن سيست زي البلت والتشيك والفلوروس ماوس، لكن الميوكس اكسترا فازيشن فينومينون هنا بتحصل فين؟ بتحصل في اللور ليب، والشكل بتاعها زي ما احنا شايفين بيبقى بلوش في الكلر، بتبقى سمول، بتبقى سوفت، بتبقى سموث سيرفيس، وبتبقى بينلس ليجن. الميوكس اكسترا فازيشن والميوكس ريتينشن بتبقى بينلس ليجن. الصوره الثانيه نفس الكلام، حالات انا شايفها هنا موجوده مثلا في الفلور اوف ذا ماوس، اللون بتاعها يمكن مش بلوش شويه، ممكن تبقى ميوكس ريتينشن سيست، لان الميوكس ريتينشن سيست بتبقى برضو اسيمتوماتيك ماس، ها، وبتبقى الاوفرلاينج ميوكوزا اللي عليها بتبقى لها نورمال ايه؟ نورمال. وهننسى ان الاثنين ميوكس اكسترا فازيشن فينومينا وميوكس ريتينشن سيست الاثنين بطلق عليهم ميوكوسين قبل ما اعمل مايكروسكوبيك دايجنوزس، لان مجرد ما اعمل المايكروسكوبيك دايجنوزس الميوكس اكسترا فازيشن فينومينا هبان بالشكل بتاعها والميوكس ريتينشن سيست هبان ايه؟ هبان بالشكل بتاعها. انا عندي دلوقتي الميوكوسيل تتقسم لحاجتين، ميوكس اكسترا فازيشن فينومينون اللي هي بتيجي في يونج ايج موست كومن في اللور ليب، ها الشكل بتاعها بيبقى بلوش في الكلر وسموث سيرفيس و
تبقى سمول في السايز وسببها ميكانيكال تروما، الضغط اتقطعت، الميوسين طلع في الكونكتيف تيشو اتجمع حوالين جرانيوشال تيشو. اما الميوكوس اتنشن سيلز الضغط مقفوله بسبب سيلولس او ستون، فتجمع الميوسين جوه الضغط نفسها وعمل ايه؟ دايلاتيشن في الضغط. الاثنين بيعملوا لي سويلنج، الاثنين بيعملوا سويلنج اسيمتوماتيك، بيبقى بينس في الايه؟ بينس في الكلر. بطلق على الاثنين كلمه ايه؟ ميوكوسين قبل ما اعمل المايكروسكوبيك دايجنوز. بص على الهيستوباثولوجي، الاقي عندي كافيتي والكافيتي ده بيبقى فيه ميوسين، دي نتيجه طبعا للقطع بتاع الضغط، وبيتجمع الجرانيوليشن تيشو حوالين الايه؟ حوالين الميوسين، فبيعمل لي هنا سودوسيست. دي الميوكس اكسترا فازيشن فينومين. ده شكل تاني للميوكس اكسترا فازيشن فينومين، بيبين ان فيه ميوسين، والميوسين ممكن يبقى انفلتريتد زي ما احنا قلنا بنيوتروفيل وماكروفاج، ومتجمع حواليه جرانيوليشن تيشو برضو اللي ممكن اشوف فيه انفلاماتوري سيلز. الميوكوسيل بقى اللي احنا قلنا عليها، اما تبقى ميوكوس اكسترا فازيشن فينومين او ميوكوس ريتينشن سيست، ممكن تحصل في الفلور اوف ذا ماوس. ولو حصلت في الفلور اوف ذا ماوس بسميها رانيولا. بسميها ايه؟ بسميها رانولا. يبقى اذا الرانولا هي عباره عن ايه؟ الرانولا عباره عن ميوكوسيل، هي كلينيكال تيرم برضه، هي عباره عن ميوكوسيل، ها؟ بس حصل سبيسيفيكلي فين؟ في الفلور اوف ذا ماوس. اما تكون ميوكوس اكسترا فازيشن فينومينا، او تكون ميوكوس ايه؟ ريتينشن سيستم، او تكون ميوكوس ريتينشن سيستم. الرانولا بتحصل فين؟ بتحصل في الفلور اوف ذا ماوس، وتبقى اسوشيتد وذ ذا داكت سيستم اوف سب لينجوال سليفري جلاند. بص كده على الشكل بتاعها، بتبقى عامله لي ها فلكتوانت، فلكتوانت يعني طريه، يونيلاترال سوفت تيشو ماس، لا بلوش وايت كلريشن، لا بلوش وايت كلريشن. انا سميتها رانولا ليه؟ لان كلمه رانا يعني ضفدع، فالسويلنج اللي حصل هنا ها بيبقى شبيه بالفروكس بي على البطن بتاع الضفدع، عشان كده بسمي الليجن ده ايه؟ بسميه رانولا. زي ما انا شايف في الصوره الرانولا بتبقى يونيلاترال، بتبقى لاترال للميد لاين، لاترال للميد لاين، مهم جدا الحته دي، لاترال للميد لاين، تبقى فلاكتون سوفت تيشو ماس، وبتبقى طبعا بلوش في الكلر، وممكن تعمل اليفيشن في الطنب، ممكن تعمل لي الليفيشن في الايه؟ الليفيشن في الطنب. طبعا دي اما تكون ميوكس اكسترا فازيشن فينومينون، او تكون ميوكس اتنشن سيستم. لو سببها تروما يبقى دي ميوكس اكسترا فازيشن فينومينون، يبقى الضغط اتقطع. لو سببها اوبستراكشن في الضغط يبقى في ستون موجوده، يعني يبقى ده ميوكس اتنشن ايه؟ ميوكس اتنشن سيستم، وممكن تبان في فيلم الاشعه طبعا ريديو اوبيك ماس زي ما احنا اتكلمنا قبل كده. الشكل الثاني ده عامل لي مقارنه بين حاجتين مهمين قوي، الرانولا بتاعتنا اللي احنا قلنا بتبقى سوفت تيشو ماس لاترال للميد لاين، اما تكون ميوكس اكسترا فازيشن فينومينون او ميوكس ريتينشن سيست، وحاصله في الفلور اوف ذا ماوس، هي ميوكوسيل، هي ميوكوسيل، بس حاصله فين؟ في الفلور اوف ذا ماوس، ودي اسوشيتد ويز ذا داكت سيستم اوف ذا سب لينجوال سليفري جلاند. وبين حاجه اسمها ديرمويد سيست، خدنا السمستر اللي فات السوفت تيشو سيست، كان من ضمنه حاجه اسمها الديرمويد سيست. الديرمويد سيست بقى بتحصل فين؟ بتبقى عباره عن ميد لاين سويلنج، عباره عن ميد لاين سويلنج. الديرمويد سيست بتحصل في الميد لاين بتاع الفلور اوف ذا ماوس. يبقى الديفرنشال دايجنوزز بتاع الرانولا مهم قوي انه يشمل الديرمويد سيست. خلي بالك الرانولا بتحصل لاترال للميد لاين، ودي اللي بيفرقها عن الديرمويد سيست اللي تعتبر السويلنج بيحصل فين؟ بيحصل في الميد لاين اوف ذا فلور اوف ذا ماوس. لو الميوسين اللي طلع ده عمل دايسكشن للمايلو هيود ماسل بتبقى في الفلور اوف ذا ماوس ونزل في النك وعمل سويلنج في النك، بيعمل له ما يسمى ديب او سيرفايكال او بلانجنج جرانولا. زي ما انا شايف في الصوره كده في سويلنج في النك، نتيجه ان الميوسين اللي طلع عمل دايسكشن شق في المايلو او اخترق المايلو هيود ماسل ونزل في النك وعمل لي سويلنج في النك، ده بسميه بلانجنج جرانولا او ديب جرانولا او سيرفايكال ايه؟ او سيرفايكال